اغلب الكتل السياسيه لجأت الى القضاء لحسم المواقف والاشكالات التي حصلت في والاختلافات في تفسير الدستور، وهذه حاله تحسب لجميع الكتل السياسيه حقيقه. اما ان يتم نقل هذا الصراع الى الشارع والتعامل مع الشارع كي يفقد الثقه تماما بكل من انتخبه الشارع، هذا سينعكس سلبا على جميع القوى السياسيه. اليوم العراق امام مرحله مصيريه حقيقه، وبالاخص كل من شارك في تشرين وفي احتجاجات تشرين التي آلت الى حكومه جديده. اليوم يجب ان يتغير النمط السابق بجميع اشكاله، لا محاصصه ولا تحزبيه ولا تخندقات بعد اليوم. هذه فرصه اخيره منحها الشعب العراقي لكل المتصدين للواقع السياسي، والا سيغرق الجميع في بحر ظلامهم حقيقه، وسينتصر الشعب عاجلا ام اجلا. المال السياسي داخل، الضغط السياسي، التهديد، الوعيد، الترغيب، الترهيب، كل الاحتمالات وارده. بالاخص هناك تمارس ضغوط كبيره وشديده جدا على النواب المستقلين، وهم اعدادهم حقيقه هي اعداد محدوده، لذلك هم يمثلون اليوم بيضه القبان. وشرط فرض شروطهم لتكون رئاسه اللجان النيابيه لدى السادة النواب المستقلين. السياسية والأمنية اليوم العراق هناك قوانين معطلة، هناك مشاريع معطلة، لا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه، لا يمكن أن ننتظر تأجيل من تأجيل إلى تأجيل. أملنا في الأخوان المستقلين لحضور هذه الجلسة والمشاركة باختيار رئيس جمهورية، وأيضا على من يحاول أن يقف حجر عثرة أمام تشكيل حكومة، نقول له يجب أن تضع مصلحة البلد أمام مصالحك الشخصية. اليوم أزمات من حكومة إلى حكومة، أزمات متتالية منذ عام 2003، هناك يعني أزمات سياسية دائما ما تطفو على السطح في مثل هكذا أيام بعد ما يعني تجري كل الانتخابات، خصوصا الطبقة الفقيرة. ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك، ونشوف أوضاع المعيشية والغلاء المعيشي الذي يعني موجود حاليا في البلاد. فإن الأمور ذاهبة نحو التوافق أو البحث عن مستقلين آخرين لضمهم إلى التحالف الثلاثي. نتأمل تشكيل حكومة بأسرع وقت، لأن أكو هواي شغلات متعلقة بالشعب العراقي. أولا اقتصاد، ثاني شيء البلد مو آمن، خوش هواي شغلات رايدينها من تشكيل هاي الحكومة، المشاريع يعني البنى التحتية، كل شيء ما مفتهمين من وضعنا. تتأمل تشكيل حكومة وبأسرع وقت عمود الشعب العراقي يرتاح.